الآن في العالم، خصوصا مع أتلتيكو مدريد وإنجازاته المتعددة. وهو كما تعلمون يعني عايز أقول لحضراتكم له بصمة كبيرة، وبدأ مع فريق الراسينج في التدريب، لكنه انتقل عقب هذه البداية مع الراسينج انتقل إلى أتلتيكو مدريد الذي لعب له عدة سنوات. عموما سيداتي وسادتي، مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه، هكذا قالها البابا شنودة والبابا الراحل شنودة، وهكذا يؤمن كل المصريين الذين يعيشون فوق هذا الثرى، فوق هذا الثرى المصري المبارك الطيب. عموما انطلقت المباراة بالزي الأصفر، فريق أتلتيكو مدريد هو قال انه هيلعب بالزي الاحتياطي، لان الزي الاحمر والابيض بتاعه ناحية الشمال، لكن صبر الرحيل بيقابل تاني ايجابي، يقطع صبر الرحيل الكرة ويعدي، تتقطع منه ويضغط عليه وداخل منطقة 18 والعرضية، انما على طول بيطلع برافو احمد سامي صاحب القميص رقم 24. احمد سامي شوفوا مره ثانيه هنا، انما الراجل في لحظه التمرير من كراسكو على طول بيطلع احمد سامي قلب دفاع المقص، دخل في العمق، عايز يلعبها في الشمال لكن لعبها في العمق مره ثانيه، حلوه الكره من ورا المدافعين، لكن احمد عادل اقرب، احمد عادل عبد المنعم واخد كورته صاحب القميص رقم 13. رامي صبري يلعب كره الاماميه الطوليه اللي بيستلمها على طول كهربا، ولسه الكره معاه، لسه الكره معاه، بيعتمد على نفسه هو، لكن يلعبها داخل المنطقه، والضربه الراسيه الاولى، الضربه الراسيه الاولى من الراهب حسن الراهب، احسن بديل في الدوري السعودي في الثلاث مواسم الاخيره، ينزل يخلص المباريات ويسجل الاهداف، جاب 11 جول، وصاحب القميص رقم 11 في هذا اللقاء حسن الراهب. للسلام من خلال الرياضة، من خلال هذه المباراة، أرض السلام تحتفي بشهدائها، والاحتفاء يكون دائما بالفخر والسرور. وادي انفراد يا راجل يا راجل، يا وبلاك بياخد كرته على طول، إنما هنشوف البينية الرائعة اللي عملها كهربا، كانت مع فهد المولد، إنما إيه اتعملت بشكل حلو واستلم، لكن راحت. أدي هنا بيضغط كهربا، لك في خطأ محمد فاروق، محمد فاروق اللي كان في الكورة، خوان فران اللي قدام حضراتكم، وادي اوبلاك اللي بقولت لحضراتكم، ادي هنا شوف 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 كهربا، شوف كهربا لعبها البينين حلوة قوي قوي قوي، وعلى طول استعجل استعجل، لقي نفسه وجها لوجه كده، مديها له على طبق من ذهب، بيقول له ممكن تقص شريط التهديف وتدخل التاريخ. ليه يدخل التاريخ؟ اقول لحضراتكم ليه يدخل التاريخ، اسماء من سجلوا في المباريات الأجنبية محفورة في الذاكرة وفي كتاب التاريخ. ادي هنا كهربا بن سلمان، ونقل التعازي ايضا، روح اصيله عروبيه رائعه، وانفراد، هذه انطلاقه انفراد حلوه قوي، لكن اوبلاك اوبلاك طالع راجل مره ثانيه، حلوه قوي الكلام، وكهربا لافت الانظار وبيدور على فاروق، بيقول له العبها لي العبها لي العبها لي، اتاخر اتلعبت، انما خبطت كده في لوكاس وراحت سهله لاوبلاك. قبل عامين حلوه التسديده محمود عبد العزيز، انما ادي محمود لمسه كده اداها ركنيه، اوبلاك يلتقط الانفاس ورشفه ماء كده لان راحوا عليه كتير، والتصويبه حلوه، انما هي لمسه مش ايد، لمسه هنا المدافع اهو، القدم اهي الى خارج الملعب ركنيه. 8 من هذه ال 28 كانت مع فرق اسبانيه، منها 3 مع برشلونه لوحده، 4 مع فرق ألمانية، 3 مع فرق إنجليزية، 3 مع برتغالية، و2 هولندية، 1 بولندا، 1 النمسا، 1 تشيكوسلوفاكيا، 1 يوغوسلافيا، 1 رومانيا. تتكلم على تاريخ الوسط الأيسر. كده انتصف الشوط بالفعل تماما، 22 دقيقة ونصف. ترقيصة بلمة بشكل حلو كده من كراسكو، بيحاول يعدي ولعبها داخل المنطقة، خطيرة، وأحمد عادل يا ولد. يا ولد يا ولد، طالع في توقيت مناسب امام مين؟ امام توريس، امام توريس، وادي قدام حضراتكم محمود عبد العزيز معاه كمان في الكوره، انما شوفوا هنا دخل على طول في العمق وعدى ولعب الكوره في المكان الفاضي، هل في تسلل ولا ايه؟ انما توريس ما اشارش حكم اللقاء، والله محمود عبد العزيز هو اللي عمل التاكلين كده، الكره خبطت في رجله وطلعت بعيده عن خطوره التهديف. ادي فرناندو توريس
33 سنة، موجود من السعودية، موجود من الإمارات، موجود من البحرين، يعني عناصر متميزة. هذه الكرة داخل المنطقة لكن توريس رأسية تروح لأحمد عادل عبد المنعم سهلة، وهنا سرعة الهجمة المرتدة وبتتلعب تخبط كده وترجع مرة تانية من رامي صبري تروح لتوريس بيضغط عليه هشام، لكن لسه الكرة جابي عايز يعمل عرضية سدد على المرمى. يا ولد يا أحمد يا عادل، حلوة المباراة احتفالية، إنما نستمتع. كراسكو، كراسكو هو اللي سدد التصويبة الحلوة على القائم الأيمن، لكن أحمد عادل عبد المنعم بيطلع ببراعة صد رد كده بطريقة صد رد، ترجع الكرة تاني لكن على طول في خطأ لصالح النادي الأهلي. دومج مع نادي أفاسيون ناسيونال من سرقسطة، لكن رجع وانفصل وغير اسمه سنة 47 إلى أتلتيكو مدريد. مين لعب له بقى من اللاعب النادي الأهلي؟ بينقله الكرة الجابي، تلعب أمامية رامي، لكن هو عدى وانفرد والتصويب أعلى من العرض، أعلى من العرض من اللاعب كوريا أنخيل كوريا إلى خارج الملعب. فرصة هدف أول في هذا اللقاء الأرجنتيني قدام حضراتكم صاحب ال 22 ربيع. الدوري الاسباني او الليجا الاسبانيه فاز بها اتلتيكو 10 مرات، خد وصيف 10 مرات. بيخرج، هنشوف حسام غالي بيستعد للنزول. كتير اللي قدام حضراتكم، واحمد الشيخ هنشوف. ادي غالي هياخد الشاره على طول من هشام كابتن النادي الاهلي الكابتان والعائد. ادي حسن الراهب له التحيه من سيد عبد الحفيظ وحسام البدري وجهاز الاهلي. وشايف انا الشلهوب، محمد الشلهوب قدام حضراتكم نجم نادي الهلال، نجم نادي الهلال السعودي. ادي محمد فاروق خرج وفهد المولد خرج وهشام محمد خرج. باريس سان جيرمان 2006 في فرنسا. هاني العجيز يسجل برشلونه في ويمبلي. يا ولد طريق، لا يا راجل هي الاولانيه يا مؤمن وعدت، انما تاني والمحاوله تاني والتسديده لكن اتاخر كتير كتير كتير، والكره الى خارج الملعب. بيقول ركنيه، قال له لا مش ركنيه انخيل مويا، قال له مش ركنيه. انما محمود عبد العزيز شوفوا 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 هنا الفنت الحلو من الشلهوب. يا ولد يا ولد، وحطها عايزه التصويب على طول، لم ودار ولف ولعب الكره، قال له ركنيه انخيل مويا، قال له لا مش ركنيه. ادي محمود عبد العزيز، ادي محمود عبد العزيز. حلوه حلوه لعبتنا بتلعب باريحيه، لان قالوا لهم وبينادوا الجماهير العب يا اهلي. كاد ان يتقدم احمد سامي للاهلي بالخبرات، يتالقون يتكلمون يبدعون فوق البساط الاخضر. السكندري الراسيه يا راجل يا راجل، وحلوه حلوه حلوه. الله 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 يا مؤمن، الله يا مؤمن زكريا. حلوه هي رساله سلام، رساله محبه، رساله تآخي، رساله للشهداء. الله الله الله، حينما تكون الرساله راقيه رائعه ممتعه يعني جميله فيها كل اللوحه الابداعيه، ولما لا؟ هل هناك احتفاء بالشهداء؟ اجمل من ان يكون الاحتفاء بارقى الكلمات واجمل المعاني وافضل السطور والكتابات هو ابداع كروي يسطر فوق البساط الاخضر. مؤمن زكريا ينفجر ابداعا بتصويبه ولا اروع. يا سلام عليك يا كرة القدم، يا سلام عليك يا مؤمن يا زكريا، روعة الروعة يا ابني. خد الكرة اللي مرتدة على طول من كايدي وصوب. بص شوف بص شوف الروعة، الجمال الجمال الجمال. الله عليك يا كرة القدم راسمة البسمة وعلى طول التي تقول للعالم مصر صامدة، مصر كبيرة. هي مختار مختار 2-1 2-1 المباراتين. مونشنجلادباخ بروسيا مونشنجلادباخ، حلوه حلوه حلوه. العب مع زميلك يا راجل، لسه على ارض الكوره، لسه على ارض الكوره، لو لمسها لو سندها لو مررها اسماعيل عبد اللطيف كان ممكن يخلصها. حلوه الكوره حلوه المباراه. استشعر النجوم انهم يهدون هديه لاسر الشهداء، لما لا تكون الهديه بقيمه تضحيات الشهداء. الله 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 عليهم بمختلف الوانهم وعقائدهم وانتمائهم. سنرى ونتابع إن كان القحطاني سيبدأ
أطلق بالفعل صفرة البداية وعدت الكرة والمحاولة ممكن يا ولد يا مويا خد الكرة إنما حلوة أوي. يعني الكبير وادي معاه على طول توماس بارتي، الثنائي اللي يعني أصحاب قوة بدنية هائلة. يا ولد حلوة بالكعب، وعلى طول ينطلق رامي ويعمل عرضية يا راجل. حلوة الفكرة إنما الفيرست تايم يعني ما ظبط. القلعة البيضاء، يمثل القلعة البيضاء، بقالنا زمان ما شفناش رفعت مع الزمالك في التشكيل، عشان كده يعني كان غريب علينا شوية، إنما صاحب مهارة وتصويبة حلوة. يبقى إذن رقم 21 أحمد رفعت. راية الأمة العربية التي تقول لا للإرهاب وبأعلى الصوت. سامعين حضراتكم الجماهير تزأر في المدرجات. والهدف الأول سأقول يحرز الهدف الأول مع الدقيقة 64 أو الدقيقة 14. سأقول الدقيقة 19 سأقول هذه كرة عرضية، ضربة رأسية حلوة محطوطة، عمل معها المحاولة أحمد عادل لكن عدت. 2-1 لهذا اللقاء، هذا اللقاء في شوطه الثاني. إذن ينتصف الآن الشوط الأول. يلم كرته حلوة، حقك تزعل. لا الكرة ملمومة بشكل حلو قوي، ونزلت الكرة كده على وش رجله بيلعبها. هتشوفوا الإعادة هتبقى لقطة حلوة، إنما عدد كبير من البدلاء. محسن عود حميد لمروان محسن، أول ظهوره أهو بعد إيه؟ بعد يعني تقريبا 12 شهر، تقريبا عام منذ اصابته في الجابون مع المنتخب الوطني. يعود مروان محسن صاحب القميص رقم 18. هذه مروان، عود حميد يا مروان. شوف نتاكد منها، نزل مكان احمد سامي، هنتاكد. هذه على طول بيطلع منطقه وسط الملعب، في اكرم توفيق موجود، في ميدو جابر موجود، في احمد حمدي موجود، والضربه الراسيه والهدف الثاني. الهدف الثاني جريزمان يا ولد. محمد عبد المنعم الصاعد الواعد، محمد عبد المنعم رقم 31، نزل في الدفاع في العمق الدفاعي، كان مختاره الكابتن حسام البدري لمباراة هذه هنا بالبوكس، لكن بترجع مرة ثانية. وجريزمان بياخد الكرة، شوفوها مرة ثانية اتلعبت، وعلى طول داخل الاهلي او الاهلي واتلتيكو مدريد، والهجمه المرتده السريعه، وبيحاول يعدي ولعبها، وخطيره. والهدف الثالث للخطير جاميرو. كنت فين يا راجل؟ جاميرو وكوريا بيقول له برافو. ادي جاميرو بيجيبه، جريزمان كمان بيكلمه، ادي جريزمان اللي عليه بقول لحضراتكم يعني حوار وطلبات كده من عديد الانديه، انما جاميرو بيخطف الاضواء ويجيب الجول الثالث للفريق، الثاني له مع الدقيقة 82 من نص الملعب. الكرة على طول يعني الهجمة المرتدة ومفيش تسلل، وإن كنا نسيب الكلام ده بقى للمونديال لجمال الغندور، لكن هي اختراق في العمق الدفاعي بشكل حلو. طالع أحمد عادل ما يقدرش يعمل حاجة، جاميرو يتمكن من إحراز الهدف الثالث، يؤكد به تفوق فريق اتلتيكو مدريد في الشوط الثاني على نجوم الاهلي. والنهايه بالنسبه للاهلي ان يكون في الوضع الهجومي وان يكون في المغامره الهجوميه، وهي صفره النهايه سيداتي وسادتي مشاهدي الاهلي في كل مكان. اطلقها الدولي.